أغرب عروض السيرك في التاريخ. أصبحت الكثير من وسائل الترفيه في متناول أيدينا في وقت بات الوصول إلى الإنترنت فيه من أسهل الأمور، لكن قبل ثورة التكنولوجيا لم يكن الحال كما هو اليوم، وكان الناس يتوجهون إلى السيرك للتسلية والترفيه ومشاهدة العروض الخارجة عن المألوف. بعض عروض السيرك كانت استثنائية وفريدة وخطيرة كذلك، وشملت عروضا جمعت مختلف المواهب وقدرات لم تتوقع أنها حقيقية. وفي هذا الفيديو نستعرض أغرب العروض التي أقيمت قديما في السيرك. جوزيف بوجول، ملك الضراط. بالنسبة لكثيرين فإن غازات المعدة تكون مزعجة ومحرجة في نفس الوقت، لكن الفرنسي لوبي تومان أو جوزيف بوجول فإن غازات معدته كانت بمثابة نعمة ومصدر للمال كذلك. بوجول الذي امتلك موهبة غريبة وهي قدرته على امتصاص الهواء ثم دفعه بقوة على شكل ريح قادر على أن يقذف أجساما خفيفة لمسافة. الموهبة الغريبة لجوزيف جعلت العروض تنهال عليه وأصبح من أبرز الشخصيات الاستعراضية في فرنسا والعالم، وحضر عروضه أشهر ملوك ورؤساء فرنسا. فرانك ريتشاردز. هذا الرجل كان على قدرة كافية لصد كرة المدفعية بواسطة بطنه دون أن يتعرض لأذى، وكان يؤدي عرضه مرتين باليوم. جوزفين جيرالدي، ملكة النار. كانت جميع عروض جوزفين جيرالدي تتضمن النار، فقد أظهرت الشابة قدرة غريبة على تحملها حرارة النيران والزيت المغلي الذي كانت تدخل يدها بسهولة فيه وتخرجها دون أن يبدو أنها تأذت، وكان لها شعبية كبيرة في جميع أنحاء أوروبا. سامويل جيلبرت سكوت. قبل عصر القفز الحر من السماء، كان سامويل سكوت متهورا بعض الشيء بقفزه من أي شيء يمكن أن يجده مناسبا، وكانت له العديد من العروض في مدن أوروبية مختلفة، لكن لسوء حظه لقي حتفه بينما كان يؤدي عرضا والتف الحبل حول عنقه حتى الموت، ولم يدرك الجمهور ذلك إلا بعد فوات الأوان. ألويس بيترز، الرجل ذو الرقبة الحديدية. بيترز كان يجيد القفز بالحبل لكن بعد لفه على رقبته ويقفز عن منصة مرتفعة، ولكن لسوء حظه حدث خطأ في أحد المرات وتسبب بكسر عنقه وموته على الفور. سامويل وازجات. في عمر العاشرة كان وازجات يتقن القيام بعروض خطيرة تتضمن أن يتدلى رقبته من الأرجوحة ويدق الطبل. ريتشارد زاندرز، الرجل الذبابة. كان ريتشارد مالكا للسيرك بالإضافة إلى أنه بهلوان، وكان يقدم عروضه وهو يمشي على السقف بالمقلوب بعد أن يثبت أكواب شفط صغيرة على قدميه، لكنه سقط إحدى المرات من سقف جصي ولقي حتفه. بانسي زدويرا، السهم البشري. كانت بانسي تقدم عرضا يتم فيه إطلاقها من قوس ونشاب صوبها أهداف ورقية لتخترقها، واشتهرت بلقب السهم البشري وقدرتها المحيرة على التحليق لمسافات طويلة بهذه الدقة. أوكتافي لاتور، اشتهرت عروض أوكتافي في عام 1905 بقدرتها على قيادة السيارة بمسار منحن في الهواء دون أن تسقط وتحافظ على مسارها الصحيح. إدغار باركر، هو رجل سافر حول العالم ليقتلع أسنان الناس على غرار عروض السيرك، حيث استعمل إدغار مخدرا منشق من الكوكايين وكان يقتلع أسنان الناس بدون ألم يذكر. جوس فيزر، بعض عروض السيرك ليست خطيرة على الإطلاق مثل عروض جوس فيزر، فقد كان فيزر يقف على خشبة المسرح مع بطة ويغني معها إذا كانت البطة مدربة على إصدار أصوات عند نغمات معينة. الحاج علي، شخصية غريبة من شخصيات السيرك القديم، فقد كان علي يشرب الماء والكيروسين ثم يخرج الكيروسين ليشعل نارا ويخرج الماء بعد ذلك ليطفئ النار. هيلين كلير،
جميعنا سمعنا بقصة حياة الطفلة هيلي الكلير الذي فقدت السمع والبصر في سن مبكرة، وتمكنت معلمتها من تعليمها أساسيات الحياة عبر الإشارات وبعض الكلام، وحصلت على شهادات عليا. لكن في وقت من حياتها احتاجت هيلين ومعلمتها أنس لوفيان إلى المال، وتوجه إلى المسرح لتأدية بعض العروض عن تهجئتها وبعض آرائها السياسية.